كمان الشروق قالت ان بيخضع محمد الشناوي حارس مرمى الاول لكره القدم في النادي الاهلي لفحص طبي بكره قبل انطلاق التمرين استعدادا للمشاركه الجماعيه مع الفريق بعد ما تخلص من حاله الاجهاد اللي تعرض ليها في الفتره الاخيره. اشتكى الشناوي من اجهاد عضلي خفيف واكتفى باداء تدريبات تاهيليه على ان يعود غدا للمشاركه في التمرين استعدادا للمرحلة اللي جاية. الشناوي غاب عن قائمة الفريق في مباراة الجونة الأخيرة وده في إطار السياسة اللي بينتهجها مارتين لاسارتي عشان يقضي على الإصابات في الفترة اللي جاية طبعا اللي طردت الفريق في الفترة اللي فاتت كلها وكمان عشان يقدر يحافظ على كافة العناصر ويجهز الكل للمرحلة اللي جاية اللي طبعا بتشهد حالة من التركيز الشديد سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الأفريقي.